حبيبي ما بدك تنام؟ أنا لا سهران عادي. شبك فيك شيء؟ ما فيني شيء، تركيني بس لحالي قاعد عم فكر أعمل لك. حاسستك مالك على بعضك، إذا فيك شيء قل لي. فيني شيء حابة تعرفي؟ إيه. ناطر موافقة أهل ناهد على زواجنا. ليش ناهد وافقت؟ وافقت، اطمني. تركيني بقى الله يرضى عليكي. هلا انا شاكك بشغله، بدكم تعملوا لي هدول التحاليل لنتاكد. والله شكلك رح تصير اب. ها شبكه متاكد من كم الموضوع؟ لنتاكد لنشوف بالتحاليل، بس انت ضعفانه ها، لازم تاخذي مقويات. ما فايق. يلا خليكي 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 مرتاح. يلا سلامات. لحظة لحظة، بعدنا على البر، من هلا عم بالليل. أنا بدي البيت يتعبى كلياته بنات. لا، معقول ما بدك صبي يحمل اسمك؟ لا، بدي بنت مثلك، نفس غمازاتك، نفس شعراتك، نفس جمالك، نفس طيبتك، تكون بيضة من جوا مثلك. حتى لو الله استجب لك وطعمنا بنت، بدي إياها تطلع تشبهك أنت. ميس، لا تخليني ضوج، أنا الرجال وكلمتي ما بصير تنتين. صباح الخير. صباح النور. حكى لك نورس شي؟ لا. عرفتي انه ميس حامل؟ عن جد عم تحكي؟ ايه امبارح تعبت بالليل، شك نورس انها حامل، اخذوها اليوم عملوا لها تحاليل تاكدوا انها حامل. الحمد لله يا رب. المهم غالب كيف كانت ردة فعله؟ ما حكى لي نورس، بس اكيد طاير من الفرح. ان شاء الله. شو بكي؟ كل شيء عم فكر ايمت لازم نزورها. اليوم بعد الظهر اكيد. يا الله. ان شاء الله يا رب يكون هالحمل خير عليك يا ميس. بلكي هيك بيرجع عقله لغالب. كنت مفكر هذا اليوم رح يكون اسعد يوم بحياتي. انت قادر تعمله هيك؟ يا ريت يا ريت. انسى الماضي امي وبلش صفحه جديده انت وميس، وشوف كيف رح يصير اسعد يوم بعمرك. وابني شو شو بدي له لما يكبر ويعرف حقيقة أمه ويعرف إنها ساقطة؟ لك حرام عليك، حرام عليك تحكي هذا الحكي. هي الحقيقة أمي. لا، الحقيقة إنك ابن أبوك ظالم وقاسي وما بتعرف ترحم حدا. Thank you.